مثل كل تنين أربعة وسبت لقاءنا بيتجدد مع الناتوروبا دكتور ألفريد كرم. طبعاً بريوتيك بلس هو العنوان الأوحد بهيدا اللقاء لنعرف أكثر عن الخصائص اللي تميز فيها بريوتيك بلس بين مجموعة من المنتجات اللي بتتعاطى بالبروبيوتيك بشكل عام، قد هي مفيدة لجسم الإنسان وتحديداً للإمعاء، خاصة لمشاكل النفخة، عسر الهضم وغيرها من الأمور، رائحة الفم الكريهة. والأسبوع الماضي شفنا قد ايه كمان له حسنات بأمراض معينة، بيساعد خاصة الدواء اللي عم ناخده أن نمتصه بشكل سليم، وبالتالي نعمل إذا بدكم جهاز دفاعي، استراتيجية دفاعية للبكتيريا. أوقات اللي تنتج عن أنتيبيوتيك معين بتاكل البكتيريا الإيجابية، بيقوم بريوتيك بيجي ليرجع يعملها سد منيع ويكتر البكتيريا الإيجابية ليضل في توازن بجهازنا الهضمي. دكتور صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. اليوم بريوتيك بلس بدنا نحكي عن مشاكل عسر الهضم. بتسمع أشخاص كتير يعني شو ما بياكلوا بيقول لك دغري بتتلبك معدتنا، بيتوتروا، بصير عندهم وجع راس، اوقات بصير عندهم انحلال بالجسم، بيكونوا رايحين مشوار بعيد، بصير بدهم الصرف يوصلوا على بيتهم بخير وسلامه تيقعدوا هيك يرخوا مثل ما بنقول بالعربي الدارج. ليك انا ما فيني الا منوه بالمقدمه اللي عملتها، لانه حقيقه لو بده واحد يكتبهم ويحفظهم ما بيقدر يقولهم بالطريقه. خبره معك. تسلم لي. لا حقيقه ما فيني الا ما اتشكرك حقيقه. موضوعين بطريقه علميه ومبسطه. الاندايجشن او عسر الهضم هي مشكله بيعاني منها كثير من الناس، حتى الاطفال الرضع. يعني 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 كل انسان اليوم موجود بياكل بيشرب بيتفاعل مع الحياه الا ما يمرق بحالات هي بنقولها عسر هضم. هلا في عسر هضم عن عسر هضم بيفرق. بعض الناس عندهم عسر هضم على بعض الماكولات، مثلا بيقول لك انا الحبوب ما فيني اكلها وبيمنعون عنها، عاده بيقول لك انت ممنوع تاكل الحبوب. او بعض الناس، نصف الناس ما بيقدروا يشربوا الحليب، ما بيقدروا، في عندهم عسر هضم من الحليب. من هون نحن والحليب اساسي لصحتنا. طيب اذا عندنا عسر هضم على الحليب، اذا عندنا عسر هضم على القمح لانه فيه البروتين الجلوتين، شو كيف بنعيش يعني؟ من هيك في ناس عم بيعانوا بحياتهم، وهي طريقه اليوم عم ندخل على 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 موضوع فينا بكل بساطة ننهي من حياتنا بس كليا. المبدأ هو انه بالحليب في مادة سكر اسمه اللاكتوز، والسكر هيدا الجسم ما بيقدر يهضمه. اذا بنشيل اللاكتوز من الحليب وبنشرب حليب، كل الناس تشرب حليب اللي هي عندها عسر هضم على الحليب. طيب شو اللي بيخلي الطفل يقدر يشرب الحليب افضل من الكبير بالعمر؟ شو اللي بصير بهالوقت هذا؟ هي كلها قصة لاكتيز، يعني انزيم معين بيكون الجسم عم بيصنعه أكثر بعمر الطفولة بخف. لازم البكتيريا اللي نحن عم ناخدها من الأكل تكتر وتصنع لنا هالانزيم هيدا اللي هو بيقدر يجزئ اللاكتوز إلى سكر، اثنين نوعين من السكر، جلوكوز وجالاكتوز. اتفضل. سؤال. اتفضل. مثل ما فهمت مظبوط انه البريوتيك هو لما بيصير في تكاثر للبكتيريا الايجابيه بيصنع اللاكتيز. ايه بيصنع اللاكتيز. اللاكتيز موجود، شوف في طريقين، اللاكتوباسيلوس لانه في فئتين، عندنا نحن ثلاث فئات جمعنا خبرتنا وصلتنا لنجيب الافضل. اللاكتوباسيلوس بيصنع اللاكتيز كرمال المصران الرفيع، اوكي؟ اذا بالمصران الرفيع المشكله مش موجوده هون، موجوده بالمصران الغليظ، البيفيدوبكتيريا بتعمل فرمنتيشن لللاكتوز وبتهضمه. اذا البروبايوتكس الموجوده بالبريوتيك بلس لابد الا ما تنهي مشكله اللاكتوز انتوليرنس. هلا اللي عنده مشكله مع بروتين الحليب اللي هو كاسيين، اللي هو بيعمل
انتبه، في شيء بيعمل بنقول له allergy، وفي شيء بيعمل intolerance. الانتولرنس هي انزعاجات، الالرجي هي مشكله كبيره. يعني ما فينا اليوم نحن نقول لواحد خذ بروبايوتكس وحل مشكله الكاسيين على الحليب، ما فينا نقول لواحد بفول، يعني اذا اكل فول دمه بيمصل، بنقول له خذ بروبايوتكس. مشاكل التحسس هي اعمق من هيك. اذا في امور بحياتنا بدنا نتعرف عليها من الطبيب اللي نحن طبيب العائله، نتبع تعليماته بحذافيره، نروح نعمل الفحوصات اللازمه لنعرف مين نحن. اما بحالات نحن اليوم عم نحكي على الاندايجشن، عن عسر الهضم. دخلك شو اللي بخلينا نحن بعض الناس ياكلوا فول مدمس، حمص، بينز، فاصوليا وما يكون عندهم اي ابدا؟ انا من الاشخاص اللي ما بنزعج ابدا ابدا، هودي اكلاتي المفضله. شو اللي بخلي بعض الاشخاص ولو شوي صغيره تتعب له الجهاز، كانه تخمه، كانه اكل خروف؟ هي قصه كمان سكر اسمه الرافينوز. ليك كل شيء بينتهي بالاوز هو سكريات، سكروز، يعني جلوكوز، فركتوز، فركتوز كلهم. فالفركتوز اللي هو بال 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 بالفواكه، بالفواكه فركتوز اللي هو بالفواكه ما في اسهل من هضمه. ما حدا بيتضايق من الفواكه. من هيك افضل حل الفواكه ناكلها اما نص ساعه قبل الاكل أو ساعتين ثلاثة بعد الأكل. ليه؟ لأن الفواكه ما بتاخد أكثر من تل ساعة نص ساعة بالمعدة وبتبعت المعدة على المصران. إذا نحن رحنا أكلنا، تروقنا، أكلنا خبز، أكلنا جبنة، أكلنا منقوشة، أكلنا اللي بدنا ناكله عند الصبح، وأكلنا فواكه من بعدها، الفواكه رح تبقى تخبط بهالمعدة ساعتين ثلاثة، بعض الأحيان أربع ساعات، وتروح على المصران تتخمر من هون، بصير فيه متاعب ونفخة. إذا هي مش عملية indigestion، هي نفخة زايدة، هي fermentation زايدة. أوكي، من هون لازم نعرف كيف بدنا نحن نساعد حالنا. لو شو ما أخذنا probiotics ومناكل فواكه بعد الأكل، المتاعب اللي رح تصل رح تحصل، يمكن يخفف شوي. أوكي. بس مش الغلط غلط، ما فينا ناكل بحث ونحلها ببرو. اوكي، اذا نحن اليوم بدنا نروح نحو حل مشكله ناس بتمنوا ياكلوا بعض انواع الماكولات وبيخافوا منها، يعني اما بتعمل لهم تحسس او بتعمل لهم عسر هضم. للاشخاص اللي عندهم متاعب على الحبوب، بعض انواع الخضار، على بعض انواع الخبز، المأكولات، بعض انواع المعجنات، شو بنطلب منهم؟ هيدي التجارب، هيدا العلم، هيدا الباحثين بيروحوا بيعملوا بيجيبوا مجموعه من الناس وبيعطوهم البكتيريا اللي هي موجوده بالبريوتيك بلس. نحن من هيك رحنا وفتشنا عن هالبكتيريا المدروسه، وما بيقولوا لهم كلوا هلا خذوا حبه فرجيني شو بتعمل، لا، بيعطوهم اسبوع لاسبوعين البروبايوتيك، بيقولوا تفضلوا كلوا الماكولات اللي كنتوا تاكلوها قبل وتعملكم اندايجشن، فنشوف بيفور اند افتر كيف لكان. من هون نحن لما ننصح اهل بيتنا، لما ننصح الناس حوالينا، لما ننصح احبائنا، ايه نعم خذوا البريوتيك بلس حسب اللي نحن عم ننصحكم فيه مده اسبوعين، تكثيف هائل لأجلنا، لأجل صحتنا. لأنه أول كل مثل ما حضرتك قلت، من هيك حبيت المقدمة تبعيتك، البروبايوتيك رح بتروح، البكتيريا هيدي رح بتروح تجمع حالها وتشتغل، تقتحم المكان اللي هي ما انوجدت فيه سابقا. إذا في خمائر، بعض الأحيان في باراسايت، طفيليات، كثير من الأحيان في كانديدا، وبعض الاحيان في فطريات. طيب هالبروبايوتيك هيدي اللي هي اصلا لازم تروح، واللي بيعاني من امساك، واللي عنده ماكولات محجره تقريبا على المصران، هيدي ما بدها وقت، هيدي ما بدها تعزيل، هيدي ما بدها. اذا البروبايوتيك بده يكون
ليه؟ لانه هن جيشين ضد بعضهم وما في شيء سوفيستيكيتد يربح المعركه. ايه كل ما نكون اكثر ما في شيء سوفيستيكيتد، يعني مثل الجيوش السابقه بدك تكون اكثر بالعدد حدا تربح. ما في شيء زياده بدك تعمل استراتيجيه، الاستراتيجيه هي تهجم وتاخذ المكان. الطبيعه بتخلق الهوميوستاسيس، بتخلق التوازن. اوعى نفكر انه نحن لما ناخذ بريوتيك بلس رح بتروح البكتيريا الجيده وتقتحم المكان وما تخلي اي ميكروبات تاني. ما الميكروبات التانية كمان إلها عمل بالجهاز الهضمي. الخطأ هي إنه نتركها تتكاثر. كيف تتكاثر؟ بعدم وجود البروبيوتيك فينا. من هيك مثل ما قلت حضرتك، نفخة، غازات، عسر هضم، امساك، اسهال، روائح فم كريهة، نقضي عليها بشو؟ بالبروبيوتكس الموجود بالبريوتيك بلس. بنقضي عليها بهالبكتيريا الجيدة اللي هي لما تدخل على المصران حسب طبيعتها، في منها رح بيروح يقعد بالديودونم فوق على العالي، في منها رح بيروح بينزل تحت على الجيجنوم على الإيليوم، في منها رح بتروح ديراك دغري على المصران الغليظ، في منها ما بتبقى أكثر من 24 ساعة من إلا ترانزاينت بكتيريا. من هون نحنا إذا بدنا نتأكد من عم نقوله، أي شخص هلأ عنده نفخة، غازات، عصر هضم، إمساك، إسهال أو روائح فم كريهة، بيروحوا بيعمل هالعلاج المكثف أسبوعين، حبتين بعد كل وجبة طعام، يشرب مي كفاية ويترك حاله يتنعم هالتخبة، هالإنديجيشن، هالنفخة، هالمتاعب، خليها تزول عنه. يعني انا باكد لكم ناتوروبا دكتور الفريد كرم بيكون كثير سعيد اذا ابتداء من اليوم بتعيشوا هيدا الاختبار، وعنده كل الجرأة لان عنده كل الثقه ببريوتيك بلس وبالكلام اللي عم بيقوله. بعد اسبوعين اطلعوا معنا على الهواء، خبرونا استفدتوا ما استفدتوا، ارتحتوا من النفخه، من مشاكل عصر الهضم وغيرها من الامور، ودائما بيكون في عنده جواب وفي عنده حل، لان بدنا نلتزم بكل التعليمات. ما بيكفي انه يعني ناخذ ونرجع نضل فاتحين على حسابنا مثل اي، يعني هو منه دواء بتقول عنه متمم غذائي، بس هو وفعال مثل الدواء لكن منه دواء. صح. يعني منه كيميائيات، هي بكتيريا طبيعيه. بس هيدا اللينك انه كيف بنلتزم بالدواء انتيبيوتيك او شيء بتاخده ثلاث مرات بالنهار على 10 ايام تتقضى على لان حتى نحن بهيدا بناخذ يومين ثلاثه بنلاقي حالنا منيح، بنغيب جمعه الحكيم منه شاطر، رجعت انتكست يا خيي قلت لك 10 ايام لا اخذته بس ثلاثه، من هيك عم بعمل هيدا المقارنه. دكتور انت عم تحكي لفتني شغله وناطرك لتخلص الفكره على قصه الفواكه، انه بدها تقريبا نص ساعه أو بتروح معنا لأربع ساعات. بحلقة سابقة حكيتني أنه في عنا رواسب متحجرة، هلأ رجعت حكيت عنا بتضاين سنة يمكن وتروح أكثر بجسم الإنسان. شو هي طالما الفواكه هالقد يعني هضمة سريعة، بتقلي إذا كان كل شيء طبيعي أبو نص ساعة من روحها من جسمنا، هي فضلات شو؟ اللحوم، الحبوب، الخبز، مشتقات القمح؟ لك شوف، عاتاً هالأمور بتبين لما الطبيب يطلب من المريض بده يعمل كولونوسكوبي أو بده يعمل، بيعطيه أدوية أو بيعطيه سوائل لتنظف المصران حتى يقدر يفوت ويكتشف، أو أطباء بيعرفوها بعد التشريح لجثة معينة بيشوفوا هالبقايا كيف لاسقة بالمصران. هي مأكولات مصران لسبب من أسباب كسله، ضعفه، لسبب أساسي البكتيريا مش موجودة لتجزئها وتكسرها حتى تقدر تبعتها على الخارج، بتبقى من عدة ساعات لعدة أيام لعدة أشهر. وعن فكر اللي عم نقوله وعم نبالغ فيه. تبقى المأكولات، ما هو شوف شو بصير بالمصران، الطبيعة الرفيع والغليظ حتى بمناطق الأزفاش، حتى بالمنخار، حتى بمناطق النسائية، في شيء اسمه مادة محاطية بتعيش على هالجدار هيدا حتى تحمي المصران من البكتيريا الضارة أو من لصق شيء مش محله مثل هالمأكولات هيدي. بس نحنا لما منروح ناكل مأكولات الجسم ما بيقدر يهضمها لسبب من الأسباب، وعدم وجود هالبكتيريا هيدي ايه بتتكسلن وبتبقى وقت طويل.
من هيك نحن كثير من الاحيان للاشخاص مثلا اللي عندهم كونستيبيشن امساك وامساك مزمن بنروح بنقول لهم بالبدايه روحوا نحو الويل دو ريسان زيت الخروع. شو بدنا احسن من زيت الخروع؟ بنجيب قنينه، حتى فينا نجيب قنينتين صغار بنحطهم بكبايه، بنحط فوقهم بيره بكحول، بيره بدون كحول، حتى يعطيه فعاليه اكثر وتروح هالطعمه المتقى، بنشرب وبنبقى بالبيت على القليل 3-4 ساعات، لانه ما بنعرف ايمتى النصران بده يتحرك، لكن ضمن هالنص ساعه على 3-4 ساعات بيتحرك بفضيلنا كل شيء بطريقه بسيطة حلوة. منخرج المشرام من كل شيء، من الدار والحلو، البروبايوتيك كمان بيروح اللي كان عم بيحاول يلزق، ساعتها مندفع البروبايوتيك بكميات لنا. هون المشرام بتقوى، حركته اللولبية بتبلش تعود على طبيعتها، بنكون عم نأسس من جديد، يعني عم ننفض موتور. يا ريت كل الأطباء القدامى كان زيت الخروع من 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 البريسكريبشن تبعيتهم اليوميه، الوصفات الاساسيه، حتى بعده موجود. ما حدا بيقدر اليوم يقلل اهميته. هي الطريقه، نحن صرنا حساسين اكثر على هالسوائل او المأكولات. اي نعم، فينا نقدر ناخذها نرتاح، من ننظف المصران ونرجع نعيد تاهيله واسكانه بهالبكتيريا الاساسيه. التخمه بتروح، النفخه بتروح، التعب بيروح. والفرق هون، حكيت عن الـ عن الـ عن الفواكه، الفواكه بطبيعتها ما بتبقى اكثر من نص ساعه، هي طبيعتها هالقد. فاذا حتى نستلذ بالفواكه وما تروح تبقى وقت اطول بالمعده، اما بناكلها قبل بنص ساعه او ساعتين ثلاثه، هيدي بنكون نحن استفدنا منها وما عملتنا تخمير زايد. اذا كل الماكولات الثانيه بنقدر ناكلها مع بعض. أفضل الأشياء أنا بقدر أعطي هالنصايح للناس، أرجوكم السوائل والمي ما لازم ترافق الأكل. قبل 5 دقايق من الأكل منوقف شرب المي والسوائل، بعد ساعة نستعيد شرب المي والسوائل كتير. أما الحبة أو الحبتين البرياتيك بس ما نخدها دغري بعد الأكل، نتفت مي لنبلعها. من هون أهمية أنه ما نخلط المي والسوائل، لأنه في أنزيمات في أنزيمات بدها تشتغل، وعدم وجود المي والسوائل الزايد ما بتخربط الأكل، ما بتخلي يكسلن المصران. وتبقى المأكولات لاصقة بالمصران الداخل. دكتور، بعد معي دقيقتين رح أطرح عليك سؤال، إذا بقدر أخذ إجابته بهالدقيقة المتبقية، ولا بنخليها لحلقة تانية. عادة نحن عم ناخذ هلا متممات غذائية من فيتامينات، مغنيسيوم، فيش اويل وغيرها من الامور. في وجهة نظر بتقول انه لا، الجسم يعني بياخذ الكمية اللي بده، واللي ما بده اياها بيظهرها لبرا. نفس الشيء بينطبق على البروبيوتيك ولا لا؟ يعني اذا اخذنا هيدي الكمية اللي بتقول عنا على مدى اسبوعين، حبتين حبتين حبتين، ترويقة غدا عشاء بعد الاكل، كمان بيلعب نفس الدور الجسم وبيرفض ولا لا؟ بالعكس، يعني كل ما كترنا كل ما بيمتص اكثر. كل ما كترنا بالبداية كل ما أفضل، فينا نكتر بعدين. أنا والدتي تركتها تاخذ 2.5 سنين، السنتين ونص الماضية وقت كورونا، 2.5 سنين 6 حبات يوميا. شو رح بيصير هو بالبكتيريا الصديقة؟ بدل ما تروح وتتنافس مع الآخرين بصير تتنافس بين بعضها، والأفضل بيبقى. إذا لأجل صحتنا، إيه نعم، ما في شيء اسمه زايد، the more the merrier. كل ما ناخذ اكثر كل ما احسن لنا. غير الفيتامينات، بعض الفيتامينات، بعض البروتينات، بعض الاحماض الامينيه تتعب الجسم. صحيح. من هيك نعمل فحوصات. اما هالبكتيريا هيدي بتاخذ مكانها، تتنافس بين بعضها، الترانزاين بينتقل بيطلع، والباقي بيعيش على احسن مستوى كرمال صحتنا. شكرا، اخذت الجواب السريع بالوقت المحدد، ودقت الساعه خلص وقتنا معك الناتيوروباث دكتور ارشاد كرم. انا بشكر حضورك وبشكر معلوماتك، وبشكر كمان يعني طريقه الترويج لبيوتيك بلس. اوقات بتقول حطوه على جنب، بتروح على اشياء بديله مثل زيت الخروع، مثل الفواكه المجففه منها الخوخ والمشمش. بتقول لهم اذا حدا عنده امساك بالوقت اللي حضرتك موجود لنحكي عن بريوتيك. لا، انت كمان هيدا بدل انه الامور مش بس ماديه، صحه الناس هي الامور صحيه لسلامه الجميع. انا بشكر حضورك معنا. شكرا. اهلا وسهلا فيكم، ونروح الى فاصل.